ابتدينا مراكز المنير في 2014. أول مركز كان موجود في العيادة الخاصة بتاعتي. المنير بيقدم خدمة متخصصة لحماية العينين، الناس اللي عندهم سكر من مضاعفاته. ده عبارة عن كشف دوري، فحوصات متخصصة وعلاجات متخصصة. الهدف ان احنا نمنع فقدان البصر بسبب مرض السكر، ودي مشكلة كبيرة دلوقتي في مصر، عندنا بتواجهنا في مصر وفي الدول العربية والمنطقة كلها. دوري الأساسي كان ان انا انشئ برنامج ينفذ لنا البيزنس موديل بتاعنا، ان احنا ازاي نقدر نمانج البيشنت، نطلع منه داتا مظبوطه، ازاي نخدم الطبيب بان هو نشجعه يستخدم البرنامج، وفي نفس الوقت يبقى المريض استفاد من الفكره بتاعتنا. كمان في مصر في حوالي 10 مليون مريض سكر، وده يمثل 10% من تعداد السكان. 30% من مرضى السكر معرضين لفقدان البصر، وده حاجة مش كويسة، بس الحاجة الكويسة ان الفقدان البصر ده احنا ممكن نمنعه. شجعتها قلت لها تعالي نعمل الفكرة دي، وان احنا لو دخلنا التكنولوجيا في الموضوع هيبقى الموضوع اسهل كتير قوي، ان احنا نقدر ان احنا نخدم المرضى بطريقة كويسة. الهدف ان احنا نطبق الفكرة او الموديل، البيزنس موديل ده، في كل انحاء مصر مش بس في القاهرة والجيزة.